السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا إلى قناتي، اسمي نميرة. اليوم سندرس عن الموضوع تفضل إلى الفصل. اللغة العربية للصف الثالث، الوحدة الأولى، تفضل إلى الفصل، مهارة القراءة. أيها التلاميذ، هيا نقرأ الكلمات، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. كرسي، 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 كرسي. مكتب، 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 مكتب. باب، 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 باب. فصل، 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 فصل. دولاب، 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 دولاب. مصباح، 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 مصباح. سبورة، 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 سبورة. ميم ساحة، ميم ساحة، ميم ساحة، ميم ساحة، ميم ساحة، ميم ساحة. نافذة، 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 نافذة. لوحة، 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 لوحة. مروحة، 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 مروحة. مكناسة، مكناسة، مكناسة،
Miknasatun. Miknasatun. Miknasa. Miknasa. Sallatun. 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 Salla. Salla. أيها التلاميذ، الآن هيا نقرأ الكلمات مرة أخرى. كرسي. 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 مكتب. 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 باب. 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 فصل. 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 دولاب. 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 مصباح. 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 سبورة. 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 ممسحة. 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 نافذة. 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 لوحة. 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 مروحة. 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 مكنسة. 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 سلة. 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 أنتم ممتازون. نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن مشاهدتكم واستماعكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مع السلامة وإلى اللقاء.